جايز، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تحضروا هيدا الفيديو. فالفيديو تاعنا لليوم هو انه رح جهز حالي للمدرسة عشان بكرة رايحة على المدرسة، وهذا طبعا بارت 1. بكرة في كمان بارت 2، والبارت 2 هو انه جهز حالي يعني عشان روح الصبح على المدرسة. فهلا خليني بلش الفيديو وورجيكم كيف بجهز شنطتي، بجهز ثيابي وكل شيء. اوكي، فهلا خلينا نبلش. اوكي، فهلا بدنا نبلش بالشنطة. اوكي، هيدول هنن الدفاتر وكل شيء اللي كنت عم بدرس فيهم قبل شوي. وهلا رح نحطهم بقلب الشنطة. اوكي، فهون بدي اشوف الكاميرا اظل يعني خلص هيك. اوكي ماشي. لازم نحطه بقلب الشنطة، يعني بس لحتى افهم انه ليش يعني صاروا هلا يعطونا بوكلتات بدل الكتب. طب ما يعني ضروري انهم يعملوا بدل الكتب بوكلتات. طب ما تخلوا الناس يعني يدفعوا على الكتب، يا عمي اعملوا نفس السعر تبع البوكلت. هلا الصراحة جايز احنا عم بيعملوها اوكي جايز، فجايز هنن عم بيعملوها لانه يعطونا بوكلتات بدل الكتب، انه عشان بهيدي الاوضاع الناس ما تدفع للكتب. طب ما يعني كمان احنا عم ندفع على البوكلتات، شو فرقت عن جد يعني ابصر شو بعرفني كيف عقلتهم هلا انا. اوكي، فهلا ناخد المقلمة ونحطها ونسكر الشنطة الباج. اوكي جايز، فهلا خلينا نبلش بالجزء الثاني يلي هو انه جهز ثيابي واغراضي كلهم. اوكي، فهلا خلينا نطول من الخزانة. اوكي جايز، فهيدول هن ثيابي. طبعا هيدول ثياب المدرسة، ثياب الخاصة على المدرسة، لانه هلا بعيد الفترة قاعدين عم بيقولوا لنا انه عادي فينا نلبس ثياب على ذوقنا نحن من البيت، عشان اذا نحن ما معنا مصاري لحتى نشتري من المدرسة الثياب الخاصة فنحن ساعتها بنلبس من عنا بالبيت. انا بلبسهم الاثنين، بلبس تبعية المدرسة هو من البيت. اوكي، بس طبعا بيكونوا بس للمدرسة يلي بشتريهم من برا. اوكي، جهزنا الكنزة والثياب كل شيء. اوكي، هلا خلينا نحط الشكل هلا، واكيد عشان تكون روايحنا حلوة فخليه يكون حاطين ريحة. طبعا عشان انا مش هعمل الكاميرا من الجهة التانية، بس عملتها يكون على وجهي، فعشان هيك انا قاعدة بكون هيك وهيك. فهلا خلينا نجهز كمان هيدا الفولار عشان نحطه على راسي بكرة. والسنسال. اوكي، صح كمان البوت.
هلأ جايز بعد شوي راح ارجع اكرر اي بوت بدي البس. اوكي في عنا هيدا وفي عنا هيدا. انا محتارة هيدا ماشي والتاني عادي، فبعد شوي رح ارجع اكرر اي بوت رح اخذ، بس رح جهزن الاثنين للصراحة عشان انا مش ارجع اقعد طلع من الخزانة. فجهزنا البوت، جهزنا الفولار، وجهز اوكي. ف هلا بدي ارجع اشوف انا شو جهزت وبرجع لكم. اوكي جايز، فتقريبا كل شيء مجهز، التياب جاهزة، البوت جاهزين، والبوت جاهز، والفولار والشكل والسلسال جاهزين، صح، والجاكيت كمان. جاكيت بنحطه. اوكي فهلا بنكون تقريبا بعتقد خلصنا تجهيز الشنطة والتياب، ما بقى عنا شيء. بس هلا ما قلت لكم كمان بدنا نجهز اللانش بوكس تبعتي عشان وقت لما اروح على المدرسة يعني اقدر اكل، ما يكون انه ما معي شيء. اوكي جايز، وبكره يعني مثل ما قلت لكم راح اعمل لكم انه كيف عم جهز حالي الصبح للمدرسة، وكيف عم جهز حالي الصبح للمدرسة، وبرجع بعمل لكم فيديو جولة بالبيت. جايز هلا نحن انتقلنا للمطبخ عشان نجهز اللانش بوكس، فكل شي جاهز، الخبز، البسكت، لا هيدول الاشياء. اوكي فهلا منجيب الخبز، هيدا الخبز. اوكي ومنجيب هلا السكينة. اوكي هلا خلينا نقيس على اللانش بوكس للخبزة عشان ما تكون. اوكي فهلا خلينا نقصها عشان نعملها للساندويتش. طبعا غسلنا ايدينا قبل ما نعمل كل شيء، قبل ما نعمل الساندويش عشان ما يكون ايدينا وسخين يعني. اكيد منجيب هيدي البيكون كتير، ابصر شو عشان نعمل فيها الساندويش، نفتحها. نشقفها يعني طبعا هلا. نجيب
معلقة معلقة خفيفة نظيفة، ولا أحلى منها. فكرت راح الميكروفون. هلا بدنا ندهن. أنا شيف لوسيانا خليل. مين ما بده يعمل أكلة يتصل فيي بعطيه موعد لحتى يجي لعندي وأعمل له أكلة. يعني تشرفت بمعرفتكم، يعني ولو يعني أنتوا بتنورونا. أنا عم تتشقف الخبز وأنا عم بعمله. هيك دهنا أول وحدة، وبعدين ها تاني وحدة رح ندهنها هلأ. أوكي اوكي هيك، ومنجيب صحن عشان بدنا نسخنها بالمايكرويف. صحن صحن صحن. طبعا ما يكون يعني بلاستيك، يكون ازاز. بنحطها بالصحن مايكرويف، بنحطها بقلب المايكرويف. يلا هلا برجع لكم. اوكي ستارت. فهلا عم نسخنها بالمايكرويف عشان هلا تشوفوا شو رح نعمل فيها. اوكي هلا بنجيب الحليب. انا الصراحه بحط حليب هاي المدرسه بدل العصير، عشان طبعا العصير مضر. عصير مضر جايز. خلص. اوكي جايز، راح الميكروفون، راح. لا عشان تشوفوا يعني شو راح اعمل. اوكي يلا هلا جايز. هلا خلصت بالمايكرويف. لا خلينا نمعصها شوي. كثير سخنه.
منلفها هلا. شوف قديش طلعت، منحطها. بس خلينا نحط ورقة ساندويش عشان فيها زيت وما يصير فيه زيت بالعبة اللانش بوكس. منحط هالبسكيت منحطه كمان هون، منسكرها هون كمان منسكرها. اوكي هلا خلصنا كل شيء للمدرسه، وبكره بتشوفوا البارت 2 سكول بارت 2. هذا طبعا بارت 1 يلي هو تجهيز المدرسه، الاكل، كل شيء، تياب، الشنطه. وبكره بتشوفوا كل شيء الصبح انا بعمله، كل شيء زي كانكم معي وراح تكونوا معي يعني اكيد. وراح نعمل كل شيء انا بعمله اكيد، وبتشوفوا كل شيء انا بعمله. وهذا كان فيديو تبعنا لليوم، وما تنسوا تشتركوا بالقناه وتعملوا لايكات كتير. وبكره وانتظروا فيديو بكره يلي عن الصبح كيف راح اعمل الفيديو. فهلا راح اقولكم باي، وانتظروا الفيديو الجاي. باي باي.